رحمة الله تعالى وبركاته متابعات قناة وصفة الزهرة الوردية. كداية غادي تعلي قلبي كلشي هو هذا كلشي مزيان. رمضان مبارك سعيد والله يسهل عليكم يا حبيباتي والله يدير لكم الطريق في الطريق. أول حاجة غنقولها لكم هي ردوا الأرقام من البال من دوك الأرقام اللي كيكونوا في التعليقات. دوك الناس اللي تتقول لك الشيخ فلان ولا الشيخ فلانة راه داك الشراي الكتوب، دائما تنوصيكم باللي تكونوا على بال وتردوا البال باش ما بغيت حتى واحد يضحك عليكم. فيما تشوفي شي وحده كتبات لك تواصلي مع هذا الشيخ ولا هذا ما تجاوبيهاش. راه كنحاول ما امكن ان نقول للناس اللي هذا يمسحوا دوك التعليقات، ولكن راه كيكونوا كثار كيكونوا بزاف كثار. يعني كتلقاي واحد بنادم كتب 100,000 تعليق وكتقول انا كنت مريضه وشافاني هذا الشيخ وهذا الشيء داكشي راه غير الكذوب. وحنا راه عارفيننا حنا راه بنادم اللي كيكون يعني صدقت ليه الحاجه عند شي فلان ما تنشاركوهاش، ولا كاع قلتيها مره واحده ماشي كتعاودها 100,000 مره ونفس الشخص. يعني هذاك راه بغى ينصب عليكم بغى يضحك عليكم. سمحوا لي على هاد الدخله الخايبه، الله يسهل عليكم والله يسهل لكم اموركم يا رب العالمين. بالنسبه للبنات اللي كتقول لي علاش ما كتحطيش لينا العزيمه في صندوق الوصف، علاش ما كتقوليش لينا القرايه اللي كتقولي في صندوق الوصف؟ السبب هو انني ما كنلقاش الوقت الله يحسن العوان، ولكن غنوعدكم باللي دابا اي عزيمه قلتها راه نكتبها لكم في صندوق الوصف. المهم انا راه غنحاول، المهم دابا انا بدا هذا الفيديو راه نكتب لكم ان شاء الله شنو قلت فيه. المهم اليوم الوصفه تاع اليوم تكون وصفه خطيره بزاف، يعني تقاف وربط وجلب يعني وتهيج وطاعي، يعني وصفه شامله باذن الله. يعني ما حاولوا ما تديروهاش الا ما كنتوش داك السيد ناويين الحلال، يعني ديرها مع المتزوجه راجلها باش تقف راجلها على جميع النساء من غيرها هي، يعني راجلها ما يفسدش عليها ما يخونهاش ما حتى حاجه. وشي وحده اللي كتبغي شي واحد ديرها ليه بنيه الحلال. غير واحد الحاجه اللي نقولها لكم، هذه الوصفه فيها الربط، يعني انت يا تولي تبغيه هو يولي يبغيك، ما يقدش حتى واحد يفارق بيناتكم. يعني البنات اللي بديرها غير التفليه ديرها ما صالحاش للتفليه، حيتاش راه تولي انت يا تبغيه هو يولي يبغيك، يعني تولي نتوما بجوجكم مرتبطين، يعني كتثقفوا راسكم يعني مرتبطين ببعضياتكم ما يفرقكم غير الموت باذن الله. غير دائما البنات ما تبقاش ديروا هذه الوصفات وانتم باغيين غير تفله، وراه ان فوت ديريها وانت باغيه غير تفله اش غنقول لك، راه تتقلب عليك انت هي ضدك. داكشي علاش البنات حاولوا ديروا الوصفه كيف ما هي. هذه الوصفه البنات هيقولوا لي عاوتاني ويلا اختي راه الوصفات ما تنجحوش في رمضان. لا، ماشي جميع الوصفات كينجحوا في رمضان فعلا، ولكن كاين بعض الوصفات كينجحوا. هذه الوصفه بالضبط راه كديريها من دابا، راه كيكون مفعولها يعني طويل، يعني كديريها من دابا يعني كتعطي مفعول تقريبا في ديك الشهر تقريبا، يعني راه حتى يفوت رمضان عاد غيبدا هو يبان المفعول ديالها، ماشي غادي يبان في رمضان. باش نكون معاكم صريحه واقعه، ولكن راه وصفه خطيره مطرطقه تردد باش نحطها لكم، ولكن طلبوني عليها بزاف تاع الدريات قلت علاش لا ما نحطهاش لكم. في الوصفه البنات كنحتاجوا تصويره الحبيب ديالك ولا تصويره الزوج ديالك. يعني البنات اللي كتقول لي حنا ما عندناش صوره الحبيب او صوره الزوج راه ما يمكنش، هاد الوصفه كتخدم ضروري بصوره الحبيب. والله يحسن العوان دابا راه التصاور مشتتين، يعني هما في فيسبوك هما في انستغرام في مشيتي كاين التصاور وتصويرتك انت هي. وكنحتاجو قفل، قفل البنات يكون جديد، وما الا مشيتو تشروه ما تتاوش في الثمن. تدخلي عند المحل تقولي عافاك عطيني واحد القفل ويجبدو يقول لك بيتيه كبير ولا هذا قول لي عطيه، المهم يكون متوسط معين يجبدو ليه يعطيه واحد الثمن يكون كثير ويرد لك الصرف. ما تحسبيش من داك الصرف وما تسوليش الثمن. ومن الاحسن من الاحسن البنات انكم تجيبو عند شي حانوت يكون قبيلي، يعني على جهه القبله. يعني الا ما عرفتوش نتوما الحانوت اللي جاي على جهه القبله راه كاين واحد التطبيق كيسميتو قبلاتي كيوريك القبله. غير من الاحسن ماشي ضروري، ماشي ضروري. ملي كنجيبو البنات داك القفل سمعوني عفاكم مزيان، هاد الوصفه كدير على طهاره. ملي كتجيبو البنات داك القفل كتبيتوه ليله كامله في الحليب، في الحليب وماء الزهر، في الحليب وماء الزهر كتبيتيه ليله كامله في الحليب وماء الزهر وتاقنا هادي. من بعد البنات كنحتاجو شويه العسل غندهنو به التصاور ديالنا، غير شي شويه وصافي، ماشي زعما شي عسل يكون كثير ولا شي حاجه، غير شويه العسل وصافي. يعني من الاحسن يكون العسل الحقيقي يعني العسل الحر. وكنحتاجو قلم يكون احمر، الا ما عندكش المدد الروحاني عندك قلم يكون احمر، حتى هادي متفقين فيها. اول حاجه البنات كيف ما قلت لكم هذا تنبيتو في ليله كامله في الماء ما الزهر والحليب. هاد الوصفه البنات كتخدم بعد صلاه العشاء، بعد صلاه العشاء كنخدموا هاد الوصفه. كنهزو تصويرة الزوج ديالك ولا الحبيب ديالك، كنكتبو فيها هاد الكلام
شوفوا مزيان ونقرب لكم باش يعني تشوفوا، حتى الا نسيت ما كتبتش لكم في صندوق الوصف باش تعرفوا شنو خصكم تكتبوا. كنكتبوا بقلم يكون احمر، انا ما عندي كيفاش نكتب يعني تجيني شويه صعيبه. المهم انا نقول لكم الصوره ديال الحبيب او الزوج كنكتبوا موراها يعني هنا الخلف ديالها، يكون غير صوره الوجه كنكتبوا فيها ربطتك برباطي وسمعتك كلامي يا فلان ولد فلانه. يعني دائما الا ما عرفتيش اسم الام ديال الحبيب ديالك كديري ابن حواء، كتكتبي بقلم يكون احمر او مدد الروحاني. ربطتك برباطي وسمعتك كلامي يا فلان ولد فلانه، ما تغوت ما تقاقي، الناس تقول لك القفل وانا نقول لك سيدي ميمون ربط لي فلان ولد فلانه بمحبتي غير انا، ما ياكل ما يشرب وما يهدى ليه بال. سمعوني مزيان حتى يكون ساسي، ومن سمعوا مزيان الدريات قيدوا معايا حيت الكلمات شويه صعاب كيف ما قلت لكم البنات. ومن الناس حجبوا عليه بنت فلان وفلانه وجيبوا لي غير انا فلانه بنت فلانه. ربطتك كنكتبوا مورا هنايا كيف ما قلت لكم، ربطتك برباطي وسمعتك كلامي يا فلان ولد فلانه، ما تغوت ما تقاقي، الناس تقول لك القفل وانا نقول لك سيدي ميمون ربط لي فلان ولد فلانه بمحبتي غير انا، ما ياكل ما يشرب وما يهدى ليه بال حتى يكون ساسي. ومن الناس حجبوا عليه بنت فلان وفلانه، يعني عينيه ما يتلوش ما يتلوش يبان ليه حتى شي مرا زوينه من غيرك انت، يعني ما يقدرش يخونك ولا ما يقدرش يدير حتى شي واحد شي حاجه من غيرك انت. وجيبوه ليا غير انا فلانه بنت فلانه، سميتك وسميت امك، يعني سميتك مثلا مريم بنت رقيه ولا خديجه بنت سعيد، المهم تكتب سميتك وسميت امك. هادشي كامل اللي قلت لكم راه تكتبوه مورا التصويره ديال الحبيب ديالك. دابا غادي نجيو لصورتك انت هي شنو غنكتبوا فيها. كيف ما قلت لكم بالنسبه لصورتك انت هي كدوريها وكتكتبي كتكتبي موراها ربط فلانه بنت فلانه بمحبه فلان ولد فلانه، ما تبات ما ترقد وما يجيها نعاس حتى تكون متولت الحكام حكام ميمون اللي يربط العشاق. كنكتبوا مع صورتك انت هي ربط فلانه بنت فلانه بمحبه فلان ولد فلانه، ما تبات ما ترقد وما يجيها نعاس حتى تكون متولت الحكام حكام ميمون اللي يربط العشاق. راه نحاول نكتب لكم القراءه في صندوق الوصف. ورا صورتك انت هي غتكتبي ربط فلانه بنت فلانه، يعني مثلا سميتك مريم وامك سميتها خديجه ديري ربط مريم بنت خديجه بمحبه مثلا حبيبك ولا راجلك سميتو سميتو مثلا سعيد ولد رقيه، ربط فلانه بنت فلانه بمحبه سعيد ولد رقيه، ما تبات ما ترقد وما يجيها نعاس حتى تكون متولت الاحكام احكام ميمون اللي يربط العشاق. من بعد البنات نهزوا دوك التصاور على الوجه ديالهم على الوجه، وهذه الوصفه كتقدر كيف ما قلت لكم مورا العشاء وتكون على طهارة وفي مكان يكون هادي وما تقول حتى واحد بلي غتخدميها، راه زوينه بزاف. كتهز التصاور البنات في الوجه من الوجه ديالهم بحال هكا، كدهنيهم مزيان بالعسل، كدهنيهم هكا مزيان بالعسل، كدهني التصاور بالعسل ديالك وديال حبيبك ولا ديال الزوجات وهكا تتلصقهم بحال هكا. كتجي البنات ديري فتحه في التصاور بحال هكا، كديري فتحه في التصاور كتهزي داك القفل كتدخلي فيه دوك التصاور وكتسدي عليه، كتسدي عند داك القفل وكتلوحي في شي مجمار تخليه يتحرق مع التصاور، تسدي على القفل وتخليه في شي مجمار وتخلي التصاور يتحرقوا. ملي تحرقوا التصاور كاملين كتهز داك القفل وكتخبيه عندك، تخبيه عندك يعني يبقى عندك حياتك كامله. راه زوين هاد الوصفه بزاف، تخليه تربطي قلبو بيك وانت كذلك كتولي مربوطه بداك السيد. داكشي علاش قلت لكم ديريها للبنات اللي ناوي معاه الحلال ولا ديها لراجلك اللي كان بنت من جهتك، ماشي غير باش قالك ودير هاد الوصفه، الا هاد الوصفه راه ضروري خصك تخدميها انتيا بالنيه اللي باغيها وما بتبغيش تادي بها الغير، وديرها لشي فلان يعني اللي انت ناويه المعقول تتفكري فيه وناويه الحلال، ولا ديرها للمراه الراجلها اللي بارد من جهتها كيخونها وما تعطيهاش قيمه. حتى هاد الوصفه راه خطيره بزاف، يعني تصلح للعازبات وتصلح المتزوجات. الله يسهل عليكم ويسر لكم امركم يا رب العالمين.